محمود بالليل يوم اهو طيب يلا عايز تخش الخميس اي وقت هذا بيسجل ب لا ما انا معايا التليفون بقى في الرنج يلا الساعه 1 و ما تدوش عليا يا جماعه حاولوا تيجوا بدري شويه عشان ننجز يعني ما نبقاش ندفع الفلوس والكلام الفاضي بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا دكتورة اسماء سواء واحدة ونص والله واحدة ونص ربع ايه ده واحدة وربع النص مين واحدة ونص واحدة وربع اخر مرة ماشي اخر مرة ماليش دعوة انتوا حرين مع بعض انا واحدة وخمسة ابدا ما تبقاش تلم الفلوس تاني بسم الله الرحمن الرحيم يلا يلا دكتور محمود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت في حد نفسه سهل قول يا محمد ده في الاول كده بس الحضره اللي فاتت وري حد كده قول لي الرافيني والكراوس ايه رافيني كان زي سور زي ار سيكتور 4 رافيني البور والكراوز بتقول اسمها رافيني ايه وكراوز ايه؟ رافيني ها؟ كراوز اسمها ايه يا رافيني وكراوز اندبل ماشي كراوز اندبل ده زمان يعني طب ودلوقتي كانوا ماشي يعني ايه فانتوم ليمب مكتوب على الفيس برضه كل الكلام اللي بقوله ده على الفيس حد ده في حد من البنات دخل وشاف دخلتي موجودين صح طيب 10 اسئله قولي بقى بيبي ايه جيب ايه؟ قلت زميشن تمي؟ قولي بقى تاني عايز اسمع اللفظ اللي قلتيه لا عايز اسمعه ما سمعتوش والله زميشن تمي فيه؟ قولي بقى هتغير سيفر؟ سيفير هم اللي ردوا عليك بقى شوفوا انا بقول لها عشان تسمعوا اسمها سيفير بيل اسمها ايه؟ سيفير بيل ماشي ها؟ النون اكزيستنج ليمب ليه؟ سيبلانيشن يعني ليه الانسان بيقول لمراته رشيلي في رجلي ورجله مش موجوده زي ما قلنا المره اللي فاتت لو واحد عنده السكر بيبقى عنده غرغرينه في رجليه فبنعمل له عمليه بتر يعني امبيوتيشن ليه بقى وهو نايم على السرير بعد العمليه يقول لها يا وليه رشيلي من رجليا ها مين فسري بقى ها لانه ده لا لوكاليتي بتاع ايوه وبعدين ايه يعني اللوكاليتي عملت ايه يعني عايزه تقول النيرف ده طالع من زيس ليم رايح لسيرتن برين اريا مش كده وبعد حسب كده حصل حاجه اسمها ايه بروجيكشن فعمل بروجيكشن للنون اكزيستنج ليم شاطره قول لي يا دكتور يعني ايه مولرز لو مولرز لو ستيل سيلز سيتي اوف سيكتور نوت ماتر هاو وير ذا سيتويشن
فهمتش. هو لازم تفهمني. قول بقى تاني، فهمني بقى. الراجل ده بيقول ايه؟ ما هو انت كده انت عايز تقول يعني استيموليشن اوف سنسوري باس واي، مش كده؟ عايز تقول كده؟ طيب دوت مطر يعني ايه؟ لا كده ما فهمتش. بغض النظر عن مكانها، شاطر. يعني ايه المقصود بالمكان؟ ما يعني منين لفين؟ من الريسبتور لغايه التيرمينيشن في البرين او الهاير سنتر او السي ان اس. طب هاوي يعني ايه؟ مش انت قلت ان هو مطر وين؟ يعني نوع يعني كيف يعني مقصود ده ايه بقى؟ نوع ايه؟ يعني عايز تقول سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، يعني يعني الرودز والكون بتاع العين ممكن يحصل لها سيموليشن باللايت او الميكانيكال. ماشي شاطر. طيب قولي يا دكتوره يعني ايه ويبر فيخنرز لو ولا فيشنر؟ خه ولا شين؟ خه. يبقى الماني، يبقى اسمها ويبر فيخنرز لو. قولي كده مش قران يعني، قولي اللي انت فاهماه. ما توريهم يا وريهم وخلاص، انت بدل ما تتكلم وري حد وخلاص. قولي يا اللي جنبه عارفه. قول 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 بس على سوق. ايوه شاطر. يعني انت قلت لغاريتمي يعني؟ لا 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 يعني. طيب يبقى ما قلتيش لغاريتمي، يبقى القانون غلط. ماشي؟ طيب قول لي يا دكتور يعني ايه كودنج اور سنسور انفورميشن؟ يعني ايه كودنج دي؟ يعني ايه؟ قول يا دكتور. لا انا مش سامع. قولي انت اسم. ماشي. قولي يا دكتور الفرق بين الادابتيشن والفتيج. قولي الفرق بين الادابتيشن والفتيج. السبب، سبب ده ايه وسبب ده ايه؟ حدش يتكلم يا سماحة. قول. قول يعني ايه الفرق بين اللي انت شفته دي؟ بس عامل صوتك ما تكسفيش كده. ايوه. انما الادب الفتيج الادابتيشن في شرطين. يعني ايه كونستان؟ ذا سيم يا عيسى. يعني ايه برضه؟ ذا سيم سترينث. ذا سيم سترينث. طب يعني ايه منتين؟ يعني كونتينوس. منتين يعني ايه؟ طيب. نعم. دكتور. ما انا قلت لك من ناحيه السبب. قلت السبب. انا قلت الفرق بين الادابتيشن والفتيج من ناحيه السبب. ايوه انا حددت لك. تمام كده خلاص. اتكلم بعد كده، هتكلم عن الكوز وبعد كده الانست وبعد كده الدوريشن والافكت اوف اوكسجين وبعد كده السايد بتاعه. خلاص اللي هو الجدول اللي عندك. طيب ما علينا، انا طبعا ما ثقفتش برضه في الاسئله عشان الناس ما شافتش الفيس. بعد كده ما فيش عذر للجميع. الجروب اسمها دكتور بالعربي دال اهي ناجح. مبروك يا مبروك جلط. بس هتخش عليها هتلاقي الاسئله اللي انا بكتبها عشان ما نضيعش وقت كده. لو الناس دخلت علقت عليها وحلتها كنت عرفت الناس حلت يعني خلاص. ما علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهارده درس مهم جدا. هعد الشابتر الثاني. هعد الشابتر الثاني وهروح لصفحه حوالي 22 23 كده. هشرح حوالي 3 صفحات وبعد كده هرجع للشابتر الثاني. فاهمني؟ فاهمين عايز اقول ايه؟ هسيب اول الشابتر الثاني هشرح
صفحة حاجة وعشرين كده 22 23 اللي هي صفحة سنة جواك بالظبط هي صفحة كام؟ 21 صفحة 21 اسمها سنسوري باس ويز شايفينها؟ اللي هي بداية طبعا احنا ما كملناش اللي هي سنسوري باس ويز صفحة 21 هنخلصها وصفحة 23 لغاية صفحة 25 لغاية صفحة 25 وبعد كده هنرجع ناخد الشابتر من الأول وهقول لكم ليه وبعد كده هتسقفوني كلكم. قول إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله. بقول محدش يتكلم بقى سيبكم الكتاب ورقة وقلم زي المرة اللي فاتت. اليوم اللي ماليش كورة. أو هتتصور أيوة وأنت هرفعها على الفيسبوك وخلاص. بقول أي باص واي يلا بقى يا سلام رحيم. أي باص واي خلاص. أي باص واي بيتكون من 3 نيورون يعني 3 نيرفز. اي باص واي يعني مثلا لو انا عندي ريسبتور عشان توصل للبرين لازم تعدي ب3 مراحل يبقى من اول الريسبتور لغايه هنا عصب هنا يعني السباينال كورد هنسيبها كويس بعد شويه ومن السباينال كورد للسلامس نيورون تاني ومن السلامس للبرين نيورون تاني يبقى اني باص واي ما عدا 2 عشان بس ما اجي اقولهم ما بقاش دلوقتي ما عدا 2 هناخدهم بعدين اي باص واي ما عدا 2 انتوا بقى الكلمه دي بقى خلاص الاكسبشن ده خلاص اي باص واي بيتكون من 3 نيورونز يعني 3 نيرفز 3 نيرفز معايا؟ طيب ان شاء الله فعشان نفهم بقى ده زي ما قلت المره اللي فاتت لازم ارسم السباينال كورد كويس لازم ارسم السباينال كورد كويس يا شاب يعني الاول ادي الوايت ماتر ادي الوايت ماتر خلاص ارسم جواها الجراي ماتر اللي هي اتش شيب وانا عارف ان الجراي ماتر 3 هورنز بوستيريور ولاترال وانتيريور معلش هرخم عليكم شويه ولازم اثبت الرسمه اللي انا بشتغل عليها من النهارده لغايه ما اموت يعني انا طول عمري برسم السباينال كورد بالشكل ده اللي الناحيه دي يبقى انتيريور واللي ورا يبقى بوستيريور ما انا ممكن اعكس عادي يعني اعمل البوستيريور هنا والانتيريور هناك عادي بس الواحد لازم يثبت دماغه لازم ارسم اعملوا بقى زي هنرسم البوستيريور الانتيريور وهنا الايه البوستيريور معايا ولا لا يا شباب طيب يبقى هنا البوستيريور وهنا الانتيريور اما اجي ارسم الجراي مطر هرسمها بالشكل ده اهو ادي الجراي مطر اهي ده البوستيريور هورن سيل وبعدين ديت اللاترال هورن سيل وبعدين ديت الانتيريور هورن سيل اتفقنا وارسم نفس الشكل الناحيه الثانيه يبقى ديت البوستيريور هورن سيل اهي وديت اللاترال هورن سيل وديت الانتيريور هورن سيل واوصلهم ببعض اتفقنا؟ وارسم في الميد لاين في الخط المنتصف سنترال كانال سنترال ايه؟ كانال يبقى في النص هنا عندي حاجه اسمها ايه؟ سنترال كانال طب اقول معلومه كمان المسافه ما بين السنترال كانال والبوستيريو اقل من المسافه ما بين السنترال كانال والانتيريو يعني عايز اقول ان انا ما اعملش السنترال كانال في المنتصف اعملها ناحيه البوستيريو اعملها ناحيه الايه يبقى هعمل السنترال كانال كده يبقى المسافه اللي قدام دي اكبر من المسافه اللي ايه اللي ورا ماشي يا شباب يبقى اذا دلوقتي عندي ده اسمه ايه بقى ها يلا بقى معايا بوستيريو هورن سيل طب وده هورن سيل طب وده هور فينترال هورن سيل وده اسمه ايه؟ دورسال هورن سيل معايا؟ طيب يبقى قلنا
ان الجراي ماتر يقسم الى هول والوايت ماتر يقسم الى كولا. يقسم الى ايه؟ كولا. الكلام ده مهم النهارده. يقسم الى ايه؟ كولا. اول كولا من يا شباب اهو، اول كولا من اهو، الكولا ده اسمه ايه؟ بروتو. اسمها ايه؟ او بوستيريور كولا. طب والكولا من ده هو اسمه ايه؟ اللي ده هو اسمه ايه؟ بكبره بس شويه اهو. اسمه ايه؟ يلا اسمه انتيريور كولا. انتيريور كولا. انتيريور ايه؟ وهعمل ده خط المنتصف اهو، يبقى ده اسمه انتيريور كولا. طب وما بين الانتيريور والاكل على بعضه ده اسمه ايه؟ لاترال كولا. لاترال كولا. لاترال ايه؟ كولا. شايفين الشكل ده؟ يبقى احنا ما عملناش حاجه، لعبنا لعبه صغيره. رسمنا الجري ماتر بس برواقه، ورسمنا الوايت ماتر برواقه، وعرفت ان الوايت ماتر ثلاثه والجراي ماتر ايه؟ ثلاثه. الجراي ماتر بوستير ولاترال وانتيرو هورن سيل. طب الكولم ها؟ دورسال كولم ولاترال كولم وفنترال كولم. وفنترال ايه؟ كولم. طيب حد عايز يسال السؤال؟ هطلع فوق شويه وارسم حاجه اسمها ثالامس. اسمها ايه؟ ثالامس. اسمها يا شباب؟ ثالامس. الثالامس ده لما اجي ارسمها برسمها في شكل مثلث كده. لسه هناخد درس على بعضه كده في السي ان اس اسمه ثالامس، درس كام؟ في اخر السنه. خلاص؟ الثالامس ده هو في حوالي 10 نيوكلياي. في حوالي ايه؟ 10 نيوكلياي. هناخدهم ساعتها، ناخدهم ساعتها. فيهم واحد ما ينفعش رسمته خلاص. فيهم واحده ممكن انت تيجي هنا كده ولا حاجه. فيهم نيوكليس قلنا عليها المرة اللي فاتت اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فيبلين. اسمها ايه؟ نسيتوها طبعا. في يعني ايه؟ ولا بنترو؟ بنترو ولا بنترال؟ بوسترو؟ يبقى احنا بنقف عند اللام بس، صح ولا لا؟ يبقى قلنا على النيوكليس ديت اسمها ايه؟ فينترال كولو بوسترو لاترال نيوكليس اوف هتقولوا ثالامس. يبقى عندي ثالامس فيه نيوكليس يا رجاله يا شباب، نيوكليس اسمها فينترال بعيد اهو، فينترال بوسترو لاترال نيوكليس اوف ثالامس. اي سنسيشن، اي سنسيشن لازم تعدي على الثالامس. اي ايه؟ لازم تعدي على الثالامس. اي سنسيشن لازم تعدي على الثالامس. اي سنسيشن لازم تعدي على مين؟ على الثالامس. تاني كده قول بالانجليزي، قول سنسيشن ماست باس ثرو ذا ثالامس. ماست باس ثرو ايه؟ ننزل انت بقى اللي كان قلت لي هجيب لك كتاب المره اللي فاتت. كان بيتكلمني الدكتور على الحته دي. راح فين؟ كاتب اللي معاك كبير عندك. في واحده سالتني قالت لي زمان ليه الانفكشن ما بيعديش على الثالامس؟ ساعه ما كنا بره قلت لها هجيب لك كتاب المره الجايه. عامه ادي السي ان اس ده الدكتور مجدي القديم. كويس؟ كان كاتب فيه ايه بقى؟ ترانزميتنج تراك تو ذا ثالامس اكسبت ان كيس اوف سميل. ده في الكتاب القديم، ده الطبعه القديمه مش اللي معاك. اللي معاكوا بقى شال الجمله دي. شالها عشان احنا قلنا المره اللي فاتت زمان مش كده؟ كان ما يعرفوش ان الالفاكشن بيعدي على مين؟ على الثالامس. فجه الدكتور مجدي صلحها وشالها من الكتاب. فاهمين ولا لا؟ طيب مش مشكله. الدكتور مجدي عايش ولا لا؟ الله يرحمه مات. يبقى هنا انا عندي المحطه الثانيه اسمها ثالامس ويهمني النيوكليوس فيها اسمها فينترال بوسترولاترال نيوكليوس اوف ثالامس. صليتوا بينا على النبي. المحطه الثالثه هي الهاير سنتر اللي بتساوي البرين اللي بتساوي سيريبرال كورتكس، صح ولا لا؟ خلي بالكوا بقى. يبقى المحطه الثالثه عندي هعملها كده اهو، ادي البرين اهو. صليتوا من على النبي. قلنا بيقسمه فيشر. يعني بيقسمه ايه؟ فيشر. الفيشر ده يمة اللاترال وفي النص
ده بيسموه سنترال فيشر. بيسموه ايه؟ سنترال فيشر. يبقى فينا اهو كده اهو فيشر. هذا الفيشر يسمى اويو سنترال فيشر. اللي مش هيحفظ المحاضره النهارده هيتضرب بالجزم. انا اهو انا عايز المحاضره تحفظ ليه بقى؟ عشان السكاشن والعملي. الدكتوره تقول لي كنسميلي انتوا بالذات تقول لي كنسميلي البيمباس واي يترسم صح زي ما انا عامل كده بالظبط. مفيش كلمه مفيش حته في الرسمه مختلفه. مش نقعد نذبح في صوتنا وفي الاخر نعملها غلط. انتوا بقى بيجي لنا في النظري بيجي لنا دروز بيمباس واي نظري مش في العملي. هو بيجي لهم هم في السكاشن، احنا بيجي لنا في الايه؟ في العملي في النظري. خلاص يا شباب؟ طيب قلنا المره اللي فاتت ان البرين عباره عن سلكاي وغيرات. مين العالي؟ الفيروس. مين العالي؟ الفيروس. ومين الواطي؟ يبقى انتوا اصلا لو شفتوا صوره للبرين بتلاقوه عامل تجعدات كده صح ولا لا؟ الحته العاليه اسمها جيرس. اسمها ايه؟ جيرس. طيب في جيرس ورا، ورا يعني بوستير ورا، يبقى البرين ده اهو كده انتيريور وكده ايه؟ بوستير. في جيرس في الحته ده اهي. في جيرس ايه؟ هذا الجيرس ورا السنترال فيشر ولا قدامه؟ ورا ولا قدامه؟ ورا. اوصفه ازاي اناتومي؟ بوست سنترال جيرس. اسمه ايه؟ بوست سنترال جيرس. عليه اريا تسمى سوماتيك سنسوري اريا. اسمها ايه؟ سوماتيك سنسوري اريا. او شيل كلمه سوماتيك يبقى اسمها ايه؟ سنسوري اريا. او شيل كلمة سوماتيك وسنسوري يبقى اسمها اريا. تلاتة وواحد واثنين اجي لا ايه كم اسم تلاتة سنسوري اريا او سوماتيك سنسوري اريا او اريا تلاتة وواحد واثنين. ما شاء الله علي. خلي بالكم بقى هي هي خلاص ماشي يا شباب. يبقى عندي ثلاث محطات لازم يمر بيهم اي باص واي. حلو الكلام. صلوا على النبي صلوا على النبي. دلوقتي انا عندي ثلاثه هورنس صح؟ واحد اسمه ايه؟ والثاني والثالث. طيب المثال اللي انا بقوله كل سنه لو احنا عايزين نحارب اسرائيل كويس بنعمل ايه؟ هقول نجيب اعلى واحد في ايه في الدوله اللي هو رئيس الجمهوريه صح؟ السيسي. وبعدين ننزل على تاني واحد بالنسبه للحرب طبعا اللي هو مين؟ رئيس الايه؟ وزير الدفاع. رئيس الاركان اللي هو وزير الدفاع. وبعدين الاقل في الاقل في الاقل صح ولا لا؟ لغايه ما ننزل لمين؟ للجنود صح ولا لا؟ الجنود دول مين؟ الشعب. الشعب طبعا اخويا اخوك ابن عمك الناس اللي مالهمش لازمه دول القرود اللي مالهمش لازمه دول صح ولا لا؟ يبقى احنا عشان نحارب هنجيب الموست فاين 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 في الدولة لغاية الكرود القرود قرود قرود يعني قرود قرود يعني ايه؟ قرود بمعنى اخر بمعنى اخر ادي رئيس الجمهورية قدامه رئيس الاركان قدامه اللواءات وبعد كده الضباط وبعد كده الجنود صح ولا لا؟ يبقى رئيس الجمهوريه راجل ايه؟ فاين. اسمه ايه بقى؟ فاين. القرود اللي قدام دول الجنود اللي مالهمش لازمه، صح ولا لا؟ مش مالهمش لازمه يعني باعتبار بفهم ناس اخرين يعني. المهم اما نيجي نحارب بقى هل رئيس الجمهوريه يقعد قدام ولا يقف ورا؟ يقف ورا طبعا عشان القرود دول يموتوا وفي الاخر خالص يبقى هو صح ولا لا؟ يبقى الايه؟ اللي مش مهم يتحطوا قدام. القرود يتحطوا قدام انما الناس الفاين حطوا ورا عشان يحموه صح ولا لا؟ بس بقى الرئيس بتاعنا راجل ذكي. طبعا كان مذاكر غزوة مين؟ احد. غزوة احد ديت سيدنا خالد بن الوليد عمل ايه؟
لف من ورا سما تلهو بالجناين صح ولا لا؟ وجه راكب الفرس بتاعه ولفت من ورا صح ولا لا؟ وجه كابس على المسلمين صح ولا لا؟ فلا انا ناصح ايه؟ انا هجيب قردين ثلاثه قردين اللي هم الجنود الصغيرين احطهم فين؟ ورايا عشان يحموني من ورا فاهمين ولا ايه بقى القصه الغبيه اللي انا بقولها ديت؟ عايز اقول ان اي حاجه فاين بوستيريور ولا انتيريور؟ ما تتنسيش انا السيسي استرف خلاص هتروح في ده ادي القرود قدام خلاص ماشي ولا مين الموست فاين؟ رئيس الجمهوريه خلاص مين القرود؟ الجنود. انا بقى اما عاوز اوزع الادوار احط مين بوستيريور؟ الفاين. واحط مين انتيريور؟ القرود. الكروت هشرح لسه يعني احفظ بس كده ماشي يا جماعه. يبقى عايزك تعرف من القصه ديت ان الناس الفاين ورا، الناس القروت قدام، الناس او الحاجات الفاين بوستيريور والحاجات القروت انتيريور. اظبط. السنسيشنز الفاين بوستيريور، السنسيشنز القروت انتيريور. فاهمين الجمله دي؟ فاهم المثال يعني؟ لا ما لسه ما قلناش، احنا عايزين نفهم المثال. الناس الفاين تتحط ورا علشان هي اخر ناس تموت. الناس الكروت تتحط قدام عشان هي اول ناس تموت. لسه ما شرحتش. انا عايز تفهموا المثال بس. الحاجات الفاين بوستيري والحاجات الكروت انتيري. هقول بقى يعني ايه كروت ويعني ايه فاين لسه. فاهمين؟ يا شباب يا اللي ورا، الحاجات الفاين ما بيردوش، الحاجات الفاين يا محمود بتصير، الحاجات الكروت طيب واحدة واحدة. أنا عندي حاجة اسمها تاتش. اسمها إيه؟ تاتش. يعني إيه؟ اللمس نوعين. اللمس نوعين. حاجة اسمها فاين تاتش وحاجة اسمها كروت تاتش. يبقى التاتش نوعين، حاجة اسمها فاين تاتش يا دوب وحاجة اسمها كروت تاتش. يعني واحد يحسس بالراحة قوي وواحد يحسس بعنف بخشم. يبقى الفاين قوي يبقى اسمه فاين تاتش، والجامد شوية اسمه ايه؟ كروت تاتش. حلو الكلام؟ طيب. عند البريشر هو كمان نوعين. عند البريشر هو كمان نوعين. البريشر اللي هو الضغط. واحد يضغط ضغطة خفيفة يعني ضغطة رقيقة يعني ضغطة فاين. يبقى بالراحة كده. يبقى دي اسمها ايه؟ فاين تاتش. فاين بريشر. وواحد يعمل كده اهو. يبقى اسمها ايه؟ كرود بريشر. اسمها كرود ايه؟ يبقى تاتش كم نوع رجاله اللي ورا؟ يلا بس احسن حاجه هنزل المحاضره دي. ها؟ فاين تاتش وكرود تاتش. طيب البريشر كم نوع؟ نوعين. ها؟ فاين بريشر وكرود بريشر. تعرف تفتح العربيه؟ هتفتح دي من دي للتالي كويس؟ هتفتح الطبلون بتاع العربيه. اشرح انا معاك بقى. مش لا مش هشرح. هتفتح الطبلون بتاع العربيه كويس؟ هتلاقي فرشة كيس اسود فيه شكر رنانة. فرشة مالكش دعوة بالفرشة. كيس فيه شكر رنانة والحاجات اللي معاها. هات وتعالى. هتقفل من الزرار الاولاني. لا لك مش تشرح. العربية فين؟ عارف مكانها؟ هتلاقي في الشارع ده اللي قدام السن. هتلاقي مقفولة. ايه؟ اعمل الانذار هتشتغل بس بسرعة. يبقى يلا يا شباب. عيد. قلنا التاتش نوعين، يا نوع فاين يعني رقيق يبقى اسمه فاين تاتش، نوع خشن يبقى اسمه كروت تاتش. البريشر هو كمان نوعين، فاين بريشر وكروت بريشر. ايه؟ كروت تاتش ده طبعا بريشر. لا طبعا واحد بيعمل كده زي واحد بيعمل كده. لا فيه اولا ايه الفرق بين الفاين والبريشر؟ التاتش والبريشر. تاتش يعني لمس، انما بريشر يعني ضغط. يبقى في فرق اهو.
واحد بيلمس بالراحة وواحد بيلمس كده. تمام؟ اسمعوا الضغط كده. وزن. خلاص؟ طيب يا شباب. هنيجي بقى عمال هو ما يجي. عايز افرق ما بين حاجتين. حاجة اسمها اتش. اتش. مش حرف الاتش يعني. اتش. ات 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 اسمها ايه؟ اتش. مش عارفينها ولا ايه؟ كارش. اسمها اتش. اسمها ايه؟ ما شاء الله. ما شاء الله. قفلت العربيه الاول؟ اه. انزل تلبس بقى. حاجه اسمها اتش. فاضل ايه؟ حاجه يلا. يلا انا جبت الكيس على بعضها. ماشي. هتلاقيك وقعتهم من هناك والله. ماشي تعالين. حاجه اسمها اتش. عايز افرق ما بين حاجتين. حاجه اسمها اتش يعني هرش. اتش يعني هرش. اما واحد ما خلاص يا بنات ناموسه او برغوت يمشي على ايديه يعمل كده. صح ولا لا؟ اهو كده. طيب لو بنت الصغيره بلعبها او ابن الصغير او اختك او ابوك الصغير بتلعبيه ممكن نلعبه ازاي؟ نزغزغه. عارفينش زغزيغ؟ اما نيجي نزغزغ واحد. انا مش هزغزغ. اما نيجي نزغزغ واحد بنعمل بالراحه كده ولا بنعمله كده؟ يعني صوابع بتتحرك كده كده. صح ولا لا؟ يبقى انا عايزك تفرق ما بين كلمتين اتش وزغزغه معناها تكل. معناها ايه؟ تكل. اسمها ايه؟ تكل. يبقى عندي كلمتين يا شباب. اتش يعني هرش. شايف ايدي؟ اهو. وتكل يعني زغزغه. عايزك تفرق ما بين الكلمتين دول وما بينه. يعني الكلمتين دول على بعض وما بينه. فاهمين ولا لا؟ مش بين دي وديت. لا الكلمتين دول وحاجه ثانيه. What is this؟ شكرا. ما شاء الله. شكرا لك. What is this؟ شكرا لك. طب ايه دي؟ تيونينج فور. اسمها ايه؟ تيونينج مش طاني. اسمها تيونينج فور. اسمها ايه؟ تيونينج فور. اسمها ايه ده محمود؟ تيونينج فور. يبقى دي اسمها ايه؟ تيونينج فور. ايه فائدتها؟ ان يحصل لها فايبريشن. ان يحصل فيها ايه؟ فايبريشن. يعني ايه فايبريشن؟ اهتزاز. اما اجي اخليها يحصل لها فايبريشن ما اجيش على الحيطه واعملها كده. او ما اجيش على الدكه واعملها كده. هتعملها ازاي؟ على البالم اوف ذا هاند. مش راس البالم. وبالراحه كده واعملها كده. كده بتتهز. ماشي؟ لو ايدي او ايدك لمست اللمس دول اسمهم لم. وده هي اسمها بيس. اسمها ايه؟ بيس. يبقى الحته اللي تحت اسمها ايه؟ بيس. واللي فوق دول اسمهم ايه؟ لمبس. لو ايدي لمست اللمبس قولوا هتقع. صح ولا لا؟ يبقى ايدي المفروض ما تلمس اللمبس انما تلمس الايه؟ لمبس. ثاني دي اسمها تيولينج فورد. وظيفتها ان يحصل فيها فايبريشن. يحصل فيها ايه؟ فايبريشن. يبقى كده اهي. ما اعملهاش على الحيطه وما اعملهاش على التخته. ما اعملهاش على اي حاجه تعمل صوت. اي حاجه تعمل صوت. احسن حاجه البالم اوف ذا هاند. او لو كنت محترف هتعملها كده. او لو كنت مش محترف ولابس جزمه نعلها موريتان. عارفين يعني ايه موريتان؟ موريتان يعني موريتان. موريتان. جيم موريتان يعني؟ عارفين النعل موريتان بتاع زمان اللي هو كان بيبقى عالي وعامل زي السفينة. اه اه. عالي والسفينة يعني بيتبط. طيب عارف. محدش عارف يعني عارف. ما انتوا موريتان في عصر التكنولوجيا. المهم يعني كان في بعض النعال عبارة عن ثلاث طبقات. طبقة من فوق وطبقة من تحت ومن وسط طبقة زي السفينة زي السفينة. اما تضغط عليها تتبط كده وتطلع وتنزل كده. سوسته. زي السوسته كده. المهم ده يجوز لك ان انت تخبط عليه. انما النعال بتاع دلوقتي اللي هي السنسيتك اللي هي عباره عن بولي استر وحاجات زي كده ما ينفعش. ما
المهم ما علينا، ما حدش هيعملها على الجزم. ايه؟ على البان وزهقان هنعمل كده يبقى حصلها فايبريشن. خلاص؟ يبقى دي اسمها ايه؟ فايبريشن. عايزك تقارن ما بين الاتش والتكل والفايبريشن. ايهما فاين؟ ايهما فاين؟ الفايبريشن ولا الاتش والتكل؟ لان اصلا الشكره انها بتنهز وانتوا في عيالكم انها مش بتنهز. ليه؟ عشان الحركه بتاعتها ايه؟ فاين. الحركه بتاعتها ايه؟ فاين. يبقى مثلا لو انا عزت بقى اصنف الاتش والتكل والفايبريشن، احط مين بوستيريور ومين انتيريور؟ بوستيريور. يبقى الفايبريشن ايه؟ طب والاتش والتكل؟ صلوا على النبي. لسه برضه ما فهمتوش انا عايز اقول ايه؟ لسه عايز اقول ان انا انتيريور، خلي بالك هحط اربع حاجات وانتوا حافظينهم وهتقولوهم في نفس واحد. انتيريور يبقى قول، صح ولا لا؟ مين بقى؟ شبر انا بس يا جحش. كروت تاتش، كروت بريشر اتش. تاني بقى كروت تاتش، كروت بريشر اتش اند تيكل. اجين كروت تاتش، كروت بريشر اتش اند تيكل. دول انتيريور ولا بوستيريور؟ يبقى هنا اقوله تاني كده. واحد ها كروت تاتش، اثنين كروت هتقول بريشر، ثلاثة اتش، أربعة أربعة تيكل. يعني ايه؟ زغزغ. بص بقى ايه الحاجات البوستيريور؟ يعكسوا بقى الفريق الشرقي. ها؟ واحد واحد، اثنين ثلاثة 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 أربعة، تحفظها قبل ما ناخدها. اسمها بروبيوسبتورز. اسمها ايه؟ بروبيوسبتورز، اللي هي سنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت. لسه ما خدناهاش بس هتحفظ واحده بس. اسمها ايه؟ بروبيوسبتور. اسمها ايه؟ بروبيوسبتور. اسمها ايه؟ حلو. يبقى ايه الاربع حاجات اللي ورا؟ يلا بقى. بص بس الدرس ده هشرحه كويس عشان مش هعيده تاني، لان كل شويه في السنسور هيجي الدرس ده مش هعيد. او الفاكرين الرسمه اياها ومش هعيد تاني، ولذلك هديها محاضره كامله تقريبا اهو. الحاجات البوستيريور اربعه، اي حد ورا يبقى فاين ولا فروت؟ فاين. يلا ها فاين فاين فايبريشن فروم يو سيكتور. طب القرود؟ قلت ايه؟ القرود ايه؟ مين بقى القرود؟ ها؟ قرود تاتش، قرود فريش، اتش اند تيكل. هاي صلوا على النبي. مش الواد بقى اسمه ايه؟ كان الواد ذكي؟ السيسي. وكان مذاكر غزوة أحد، وجه عامل ايه؟ جاب ايه؟ قردين ثلاثة، صح ولا لا؟ وحطوهم فين؟ وراه. قردين ايه؟ صح ولا لا؟ ردوا. اما اقول قردين ثلاثة يعني كتير ولا قليلين؟ قليلين. يبقى اسمها ايه بالانجلش المحترم؟ تو ليتل اكستنت. اسمها ايه بقى؟ تو ليتل اكستنت. اسمها ايه يا شباب؟ تو ليتل اكستنت. ولا ايه؟ يعني ايه؟ ولحد بسيط او بنسبة بسيطة. خلاص ولا لا؟ في البوستيريور شوية ايه؟ قرود، صح ولا ايه؟ ايه بقى القرود اللي عندي؟ قرود تاتش، قرود. بس لازم اضيف الجملة دي الاول علشان افهم اللي امامي ان المين قرود بريشر والمين قرود تاتش انتيريور اند تو ليتل اكستنت. قولوا اند تو ليتل اكستنت. سام قولوا سام كروت تاتش وسام كروت موجودين فين؟
سهله كده سهله ولا لسه؟ هعيدها كمان مره. انا عرفت ان فيه ست حاجات بوستيريور واربع حاجات انتيريور. دايما البوستيريور بحفظ نفسه فايل، ودايما الانتيريور كرور. طب ايه الحاجات الفايل؟ ها فايل الاساس الاول فايل باتش فايل بريشر فايل بريشر اند روميو سيكتور سيكشن ها اند كول ليتل انسترينت سام كرور باتش سام كرور بريشر. شاطرين. ايه الحاجات الانتيريور؟ ها كرور باتش كرور بريشر اتش اند بريشر. صدقتوا مين على مين؟ قال لك ماشي انت كده شاطر، بس انت كده قلت فيه بوستيريور وقلت فيه ايه؟ انتيريور. يبقى المفروض يبقى فيه لاترال، صح ولا لا؟ مش عندي بوستيريور ولاترال ودورسال، بوستيريور ولاترال وانتيريور. يبقى فاضل لي مين؟ اللاترال ثلاث حاجات. اللاترال ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها بين. اسمها ايه يا ولد؟ بين. يعني ألم وجع مش قلم، ألم بين. اتنين تمبريتشر. اسمها يا ولاد؟ تمبريتشر. تلاتة سيكشوال ديزاير. سيكشوال ديزاير. يبقى البين والتمبريتشر والسيكشوال ديزاير. كده خلصنا كل الباسويز اللي عندنا. اسماء بس يعني اسماء اسماء نيمز يعني نيمز سيكشوال ايه بقى؟ سم فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن ابروبيو سيكتور اند الجمله. بصوا بقى انا احب الواحد يتكلم بسرعه مش يفكر قبل ما اقول الكلمه يكون قايلها. ما انا بحفظ اهو. يبقى ها ايه الحاجات اللي بوستيرو؟ نعدهم كده ستة وأربعة عشرة واثنين اتناشر. طب شلنا دي ليه؟ عشان خدناها السنة اللي فاتت في الأوتونوميك نرفس سيستم. ماشي اسكت يا جحش. في البلفس أما خدنا بلفس برا برا، فاكر فيلم برا برا؟ فاكر البلفس برا سمباثيك يعمل إريكشن، السمباثيك يعمل شرينكش، واللي قلنا الاثنين مع بعض اسمهم كومبليمنتري. كومبليمنتري يعني ايه؟ تكاملية. بيكملوا بعض. الواحد لما يعمل علاقة حميمة يعني سيكشوال انتركورس يبدأ بالبارا سمباثيك ويكملوا السمباثيك. مش واحد يبدأ ويخلص لا، يكملوا البارا سمباثيك. السمباثيك البارا سمباثيك يكملوا السمباثيك. عشان كده احنا خدناها السنه اللي فاتت فمش هناخدها السنه دي. الحمد لله. يبقى عندي كام باسوي؟ 12 باسوي. تتوقع ان يجي لك منهم واحد في الامتحان، او تتوقعي ان تقول لك ارسمي لي اي واحد من ال 12 في السكشن. فاهمين ولا لا؟ يا لهوي هرسم ال 12؟ اه بس انا هرسمهم كلهم في رسمه واحده. صلوا على النبي. هناخد ريسبتور هنا اهي، وريسبتور هنا اهي، وريسبتور هنا اهي. بس خلي بالك بقى صحصح كده وصلوا على النبي. الريسبتور دي مثال للسته دول، صحصحين. والريسبتور دي مثال للاثنين دول، والريسبتور دي مثال للاربعه دول. فاهمين ولا لا؟ ماشي. بص بقى، اما الريسبتور تبدا
بتمشي في برانش اسمه افرنتيلير كلام قديم او سنسوريلير كويس صحصحوا النبي شويه السنسوريلير في جانجليون في ايه تسمى دورسال رود جانجليون اسمها ايه دورسال رود جانجليون اهي 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 ادي الدورسال رود جانجليون اهي حلو عامله زي راس يبقى الدورسال رود جانجليون زي دماغ طالع منها برانشين تو برانشز تو ايه بس تو برانشز واحد داخل كده واحد داخل كده بمعنى واحد هيمشي كده اهو ركزوا معايا يا اولاد ويخش على مين ويخش على السنترال نيرفس سيستم يخش على مين حلو وواحد هيمشي كده ويروح على مين على سنترال ما تصلوا على الحبيب قال لك ده رايح على مين يبقى اسمه بريفيرال برانش اسمه ايه بريفيرال برانش اسمه ايه بريفيرال برانش ممكن تعرفيه للريسبتور سؤال غريب بسرعه بس مش شرايز استراكشر لوكيت دات دات بريفيرال 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 سنسور سنسور اهي مش دي الريسبتور والحته دي اسمها ايه بريفيرال برانش ودي البريفرال اندايت يبقى ريسبتور موجوده عند البريفرال ايه هنا انما ده داخل على مين على السبينال كورد طب السبينال كورد ده اسمه ايه او جزء منين من السنترال نيرفس سيستم فلهذا يسمى ايه سنترال برانش اسمها ايه سنترال برانش ان اذر ووردز يعني الدورسال رود جانجليون اسمعوني كويس انا بتكلم حلو النهارده بالراحه اهو باي بولر سيل اسمها ايه؟ باي بولر سيل استورج بقى انتوا في سنه ثانيه باي يعني باي يعني اثنين صح؟ بولر يعني قطب يبقى الدورسال رود جانجليون لها باي اسمها باي بولر سيل يبقى لها كام برانشز سنترال برانش قولوا وبريفرال بريفرال برانش عند مين سنترال برانش اسمع بقى السنترال برانش قول وراي السنترال برانش انتر قولوا انترز ولا انتر انترز ولا انتر انترز ولا انتر انترز انتر ولا انترز ذا سباينال كور فايا انتر ولا فايا فايا يعني ايه عن طريق البوستيريور هورن سيل وليس اللاترال هورن سيل وليس يبقى سيادتك او سيادتك لو رسمتني في الكراسة او في السكشن البرانش ده داخل السي ان اس كده بعمل لك عليها اكس قلت اهو يبقى لازم مدخل واحد بس وهو البوستيريور هورن سيل هو مين يا واد؟ لأنه ما تردش عليا البوستيريور هورن سيل هو مين؟ البوستيريور هورن سيل طيب صلوا على النبي الريسبتور الثانية مثال الاثنين دول نفس الكلام هيطلع منها نيرف يسمى افرنتي نيرف او سنسوري نيرف في دورسال قول بقى عيده دورسال رود جانجليون باي بولر سيل لها تو برانشز واحد بريفرال واحد سنترال ويتش انتر ذا سباينال كورد فايا طب صلوا على النبي كده بص ادي النيرف اهو
وادي الدور سرود جانجلون اهي معايا ولا مش معايا؟ وادي مين؟ وادي مين؟ السنترال برانش يروح فين؟ يروح فين؟ ولا يمشي من هنا؟ ولا يمشي من هنا؟ ولا يمشي من فوق من هنا؟ ما فيش الا حته واحده بس. اوعى ديك تروح يمين ولا شمال بالقلم. اوعى ديك تروح يمين او شمال بالقلم. لازم تعدي على مين يا شباب؟ قولوا على البوستير. ما تقول صلى على النبي صلى على النبي يا اولاد عليه الصلاه والسلام. انا دايم لوجه الله. صلى على النبي يا اولاد عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي يا اولاد وحدهم. هاخد الريسبتور التلتيه ايه كمثال لمين؟ الاربعه اللي قدام اللي هم مين؟ روت تاتش روت بريشر. صلاته فين يا عنبي؟ وهرسم ازاي؟ قولوا بقى كده هرسم ازاي؟ افرم سنسور منين؟ افرم منين؟ دور سرعود يعني يعني سيادتي عايز ارسم كده فاهمين ولا لا؟ كده دي مين؟ دي مين ده؟ هي سنترال. ومين اللي انا رسمته ده؟ سنترال. سنترال ايه؟ مفيش اسئله. لا مفيش اسئله دلوقتي. خايف تنسى اكتب. لا هجاوبك بس من غير انت ما تسال. بصوا بقى انسوا الزرقاء دي شويه. اتفقنا؟ الزرقاء اللي هي البوستير انسوها شويه. يبقى هنذاكر مين دلوقتي؟ الانتيرو والنازل. بصوا بقى اي واحده فيهم يعني فين او مين؟ في اللاترال والبوستير. اما تدخل اما ايه؟ تدخل البوستير والهورن سيل. ها؟ اما تدخل البوستير ايه؟ اسمعني يالا اللي بص في الكتاب. لازم تعمل ريلي. تعمل ايه؟ ريلي. يعني ايه بقى ريلي؟ ريلي محطة. يعني ايه ريلي يا دكتور؟ يعني خلي بالك. يعني ايه يا دكتور؟ بص لي كده. يعني السودة دي خلي بالك. تعمل ريلي اهو كده. خلاص؟ ريلي يعني محطة يعني انتهى العصب. انتهى العصب. دي لا رجعة. انتهى يعني خلص. والحمرة هخليها ورا شوية بس عشان ما يتلخبطش الرسمة. هتعمل ريلي هنا. فين الحمرة؟ أهي. أهي. هتعمل ريلي هنا. أهي. صليتوا من عالمي؟ كده العصب الأول خلص. حيث أنه بدأ من الريسبتور صح؟ مشى فين؟ قولوا معايا في البريفرال برانش. راح على مين؟ فورسر رود. راح على مين؟ سنترال برانش. وعملوا ريلي. ما تصلوا على النبي. قال لك الحاجات اللاترال الحاجات الايه؟ تعمل ريلي في نيوكليوس. في ايه؟ يعني الحمراء ده هي نيوكليوس. الحمراء ايه؟ اسمها ايه؟ العالم اللي اكتشفها كان اسمه رولاندي. اسمه ايه؟ رولاندي. فسموها اللي هي السودة ده ايه؟ الزرق الحمراء. سموها ايه؟ سابستانشيا. اسمها ايه؟ سابستانشيا. جيلاتينوزا. اسمها ايه؟ جيلاتينوزا. اوف اوف رولاندي. وفي ايه؟ لازم الارض تبقى ايه يا اسطى؟ كابيتال. اللي تنسى او ينسى ويعملها له سمول هو حر يبقى مش عالم صح ولا لا؟ انما لازم اعملها ايه؟ كابيتال. يبقى اسمها ايه؟ رولاندي.
يبقى اسمها ايه بقى؟ سابستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي. اسمها ايه بقى؟ سابستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي. تاني بقى يبقى الريسبتور الحمراء هتشيل منها ومين؟ البين او الميرشن. دي يعد على مين؟ على الدورسال كورد. يعني يخش مين؟ سباينال كورد. معايا؟ ها؟ معايا. السير كورد سي ان ريلي النيوكليوس which is called سابستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي. اسمها يا شباب؟ سابستانشيا جيلاتينوزا اوفرو. اسمها ايه؟ سابستانشيا جيلاتينوزا اوف. اسمها ايه؟ سابستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي او اس جي اس جي ار. لا ما حدش يقولها لي كده اس جي ار في الامتحان. لا ولا في الشفوي. اكتبيها اول مره كده وما بين قوسين اس جي ار في الريتن. انما في النظري سابستانشيا في الشفوي يعني سابستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي. اسمها يا شباب سابستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي يعني نسيج او نيوكليس. سابستانشيا نسيج او نيوكليس نسيج النواه يعني. طيب بصوا بقى عادي معلش المحاضرة دي لذيذة كده وحلوة يا أخي. عشان إيه بقى؟ عشان هنحتاجها كتير. أي حاجة أنتيريو. أي حاجة إيه؟ أنتيريو اللي هما مين ومين ومين ومين؟ كرون داتش كرون بريشر إتش أنتيريو. يمشوا فين؟ في الريسبتور الأول. وبعدين؟ أفرن بريفرن برانش. وبعدين دورسال كرون كانيو. وبعدين سنتر ارزان ويتش 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 انتر ذا سباينا كورد فاير تستيرو لون نسيل تستيرو كورد نسيل ان ريلي ان. بس انا اقول بقى الحمرة بس اللي صار السانشا جيلاتينوزا وفرولاني البين والتمبريتشر. انما الاربعه دول هيعملوا ريلي ان انذر نيوكليس تسمى اهي ادي النيوكليس اهي. خلي بالك اسمها ايه؟ تسمى اسمها مين سنسوري نيوكليوس. اسمها ايه؟ مين سنسوري نيوكليوس او ام ما قالولي كده ام اس ما ترد يا ان. يبقى اي حاجه من الاربعه لازم يعدوا على الدورسا روت جانجلون ويخشوا البوستيرو هورن سيل ويعملوا ريلي في حاجه اسمها ايه؟ مين سنسوري نيوكليوس. مين سنسوري ايه؟ ده اول نيورون اهو من بدايه الريسبتور حيث الريلي. يبقى كده خلصنا العصب الاولاني الاسود ده. ومن اول هنا الى حيث الريلي خلصنا العصب الاولاني اللي هو الاحمر ده. معايا؟ اسمعوا بقى القواعد اللي جايه. دائما وابدا السكند نيورون السكند. انا كده ماليش دعوه باللي فات. انا ليا دعوه باللي لسه بادئ الجديد ده اسمه السكند. السكند نيورون يا شباب اللي بعد الريلي لازم او ماست باص. باص ده ايه؟ باص يعني يا مر. اسمع بقى الجمله دي. انفرن of the central canal in front يعني قدامها. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى خلى المسافه مش انا قلتها في اول المحاضره ما بين السنترال كانال والانتيريور اكبر من المسافه ما بين السنترال كانال والبوستيريور علشان الاثنين دول هيعدوا قدامها. لازم نوسع لهم. فاهمين ولا لا؟ يبقى قولوا بقى اول قاعده بتقول ايه بقى؟ السكند نيورون. قولوا السكند نيورون ماست باس ان فرونت اوف ذا سنترال كانال.
لي تو كروس 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 تو ذا اوبزيت سايد تو كروس تو ذا اوبزيت سايد يعني ايه؟ عشان يعدي الناحيه الثانيه. بتصلوا على النبي يعني ايه؟ يعني بص بص خلي بالك معايا. الاحمر ده الاحمر لازم يعدي انفرنت اوف ايه؟ اهو اللي تغلط بقى واللي يغلط بقى ويعملوا لي ورا السنتر الكنال بأكس له عليه. يا انا قلت 20 مره اهو. نيجي على الاحمر لازم يعدي. قول القاعده بتقول ايه؟ ماس ده عايز يسمع جمله. ماس 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 انفرنت اوف ذا سنتر الكنال تو كروس اوف ذا اوبزيت سايد اجين. ماس 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 انفرنت اوف ذا سنتر الكنال تو كروس اوف ذا اوبزيت سايد اجين. ماس ماس انفرنت اوف ذا سنتر الكنال تو كروس اوف ذا اوبزيت سايد. ما هي ده خلي بالك الميد ايه؟ المطلعين. يبقى انا في الناحيه دي لازم اعدي الايه؟ الناحيه الثانيه. خلي بالك بقى معايا اهو 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 اهو. صلى على النبي. الرسم اهو. الحاجات اللاترال تروح على اللاترال. والحاجات الفنترال تروح على الفنترال. ماذا اقصد بلاترال وبنترال؟ اقصد اللاترال كولا والبنترال كولا. اقصد من؟ لاترال كولا وبنترال كولا. هتصلوا على النبي؟ صلوا يلا. عليه الصلاه والسلام. الاحمر ده جاي منين؟ جاي منين؟ كان بيشيل مين اصلا؟ البيت صح؟ ومين؟ وتمبريتشر واحد اثنين ثلاثة ومين؟ سيكشوال هتقوله ديزاين. حلو. البين التمبريتشر السيكشوال ديزاير يعملوا ستيموليشن لمين؟ للريسبت. وبعدين نروح على مين؟ دورسال رود جنبي. وبعدين الست ربنا يعمل ايه؟ انتر ذا سباينال كورد فايا وستيرو هورن سيل فايا ايه؟ وسبير هورن سيل. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ وبعدين يعمل ايه؟ ريليه. اي حاجه في دول يعملوا ريليه في حاجه اسمها ايه؟ سبستانشيا جيراديوزا اوف اوف هولندي هو ايه؟ السكند اوردر السكند نيورون. سيبكم الكلمه اللي قلتها غلط دي هصلحها بس من الاخر. السكند نيورون يبدا من حيث انتهى الفيرست الفيرست نيورون اوردر. بص بقى سيبوها دلوقتي. السكند نيورون اللي هو الاحمر الثاني ده بيبدا من حيث انتهى الاولاني. عايز اقول يعني الاولاني ده انتهى فين؟ في السبستانشيا جيلاتينوزا وفرلاند. يبقى الثاني يبدا من ايه؟ في السبستانشيا جيلاتينوزا وفرلاند. هذا ما اعنيه ان السكند يبدا من حيث ايه؟ انتهى الفيرست. طب نيجي للاسود ده بيبدا من ايه؟ من الزيت. يمشي في البريفرال فرانش يروح على دورساتور يعني سنترال فرانش يروح على الميل سنسور نيورون وانتهى الفيرست نيورون. نيجي بقى للسكند يبدا منين؟ ايوه من الميل سنسور نيوكليس اللي هو انتهى فيها مين؟ الفيرست. بصوا بقى معايا ركز يا محمود يا صلاح اسكت اللي جنبك ده رقم. خلي بالكم بقى معايا الاحمر ده جاي منين؟ من البين والتمبريتشر. دول لاترال ولا بوستير ولا يبقى اللاترال لازم يروح لمين؟ بصوا لي بقى بصوا بصوا كلكم تغلطوا في دي والله العظيم 90% منكم تغلط في الحته اللي جايه اهو. بصوا بقى يبقى ده تاني يعدي. بصوا يعدي يمشي يمشي كمان. انا عايز اروح فين؟ عايز اروح فين؟ هوب جيت على اللاترال ايه؟ كول في النص كده واجي طالع لفوق واجي طالع ليه؟
لغايه ما يروح على مين؟ في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ وهنا انتهى السكند نيورون. مش بادئ من نيوكليس اهي وانتهى في نيوكليس اهي، ادي بدايته وادي ايه؟ بس عايز اقول ان البين والتمبريتشر والسيكشوال ديزاير لاترال ولا انتيرو ولا بوستيرور؟ ها؟ يبقى اما اعدي الناحيه الثانيه لازم اكون في اللاترال ايه؟ هولا. مش اللاترال هورنسيل، اللاترال هول. اللاترال ايه؟ كول. طيب عايز واحد او واحده شاطره بقى تقول لي الاسود ده بيشيل ايه؟ انتيرو. بيشيل ايه؟ واحد كول تاتش، اثنين كول بريشر، ثلاثة اتش، أربعة أي واحدة من دول؟ أنتوا مني ولا حاجة؟ زيتوا مني؟ أي واحدة من دول قولوا تمشي فين؟ وبعدين؟ بريفرال بريفرال إيه؟ بريفرال. لغاية ما تروح على مين؟ دكتور رود جاني. على إيه؟ دكتور رود جاني. وبعدين؟ السنترال برانش. ويتش أنا اللي هقول كل ويتش إنتر ذا ويتش إنتر ذا سباينال كور فاير وسيل هور زين. هذا هو الأول صح؟ عشان الثاني بقى ها؟ سكند نيورون. سكند ايه؟ نيورون. ستارت سكرون. يلا مين سنسوري نيوكلس. خلاص 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 فرانت اوف ذا سنترال كمان تو كروس تو ذا اوبزيت سايد. وقف شوية، انت جايه منين يا ست الكل؟ انتير. يبقى سيادتك لازم تروحي فين؟ انتير. ايه؟ ولا هور؟ كولا. من ولا هور؟ كولا. طب بصوا لي بقى، يا ترى امشيك ازاي يا سكند نيورون؟ فاهمني؟ اهي ماشيه اهي، عدت ايه؟ كده عدت ايه؟ انترنت اوف ذا سنترال كانال تو كروس تو ذا اوبزيت سايد فين؟ في الانتير الكولا. الله، فين حدودك يا انتير الكولا؟ اهو معايا واهو، اي حته من اول هنا لغايه هنا متاح ليك. فاهمني؟ يعني ايدك تتحرك كده 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 انما تعدي الخط الابيض لا الاسود قصدي. عارفين الخط الابيض؟ ايوه بتاع المرور. المهم اي حد يعدي الخط ده لا غير مسموح، لان كده هتتخطى مين؟ الفنترال كولا. بصوا بقى هتمشي ازاي؟ بصوا بصوا كلهم اهو، حتى انك ماشي 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 هوب دخلت الحمد لله فين؟ وبعدين اما اوصل للكولم اقول ات اسندز ابوردز. ات ايه؟ اسندز ابوردز. انا بسمع لكم الكتاب اهو، ات اسندز ابوردز. ات دي المقصود بها مين؟ السكند نيورون. فاهمين ولا لا؟ يبقى هتطلع كده، خلي بالك اهي اهي اهي، قول معايا كده اهي ها لغايه ما تروح على مين؟ على مين؟ على مين يا محمد؟ على الفبلن. اللي موجوده فين؟ ما معنى كلمه فبلن؟ فنترال بوستيرور لاترال نيوكليس اوف ذا رامس. حلو، بس لسه شويه اكتبي لو خايفه حاجه تتسحب تجي، بس استنى عليها شويه. بصوا بقى معايا، اسمعوني كده، السكند نيورون كيدز، واحنا قلنا في الاول اي بصوي بيكون من ثلاثة نيورون. ثلاثة ايه؟ نيورون. بصوا بقى، بصوا لي كده، النيورون ده اهو هرسم واحد بس، واحد. ليه؟ علشان الثلاثة دول
هيوصلوا لنفس النيوكليس، فما فيش داعي ان انا ارسم ثلاث، هرسم واحد، هرسمهم الثلاث اهو. الحمر هتروح على كده، والسودة هتروح كده اهي. معايا ولا مش معايا؟ راحت فين دي؟ راحت فين دي؟ قول البوست سنترال فيروس وتشيكاري يعني يحمل سوماتيك سنسوري اريا اهو. سنسوري اريا اهو. يبقى من اول الريسبتور يا شباب لغايه الهاير سنتر، لغايه البرين، لغايه سريبرال كورتكس، مرينا بكام نيرون؟ ثلاثه. الاولاني من اللي فين؟ من الريسبتور لحد من الريسبتور لحد لغايه السبستانشيا جيليتينوزا او برولاندي في حاله البين والتمبريتشر، والمين سنسوري نيوكليس في حاله الكرود داتش والكرود بريشر والاتش والتمبريتشر. السكند نيورون تبدا من المين سنسوري نيوكليس في هذه الحاله، او السبستانشيا جيليتينوزا او برولاندي في هذه الحاله. وبعدين ها قولوا ها تنشاص خلاص 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 في حالة المين سنسور نيوكليس لازم تروح على مين؟ لاترال كولا. وبعدين في حالة المين سنسور نيوكليس وبعدين ديستند ابورد ديستند ابورد سوري لي ها فنترال بوستر ولاترال. وبعدين السيرد نيورون تبدا منين يا ولاد؟ من الفيبرال وتنتهي في السبوست سنترال جايرس او السوماتيك سنسور اريا او السنسور اريا او اريا 3 و1 وايه؟ سهله كده ولا لا؟ طب صلوا على النبي بقى. صلى على النبي. هو انت تبقى حملة الصلاة على النبي؟ حملة الصلاة. بص يا شباب، في تحت الكورتكس يعني تحت البرين حاجة هنبقى ناخدها هيك بعدين، اسمها انترنال كبسول. حاجة اسمها ايه بقى؟ بس ما حدش يعني يرخم عليا ده دلوقتي كده، لسه ما خدناهاش. الدنيا الكبسول ده عامل زي رجليا بالظبط كده. سوري. يبقى الرجل دي لها تو لمبس. ركزوا معايا. ده اسمه انتيرو لمب. الرجل دي اسمها انتيرو لمب. اللي ورا دي اسمها بوستيرو لمب. طب واللي في النص دي؟ ركبة. اسمها ايه؟ ركبة باللاتيني يعني جينيو. جينيو. جينيو هكتبها دلوقتي. يبقى الانترنال كبسول عباره عن في شيب. اي في شيب. انتيريور لين معايا ولا لا؟ بوستيريور لين وجينيو يعني ركبه او مفصل. يبقى الانترنال كبسول عباره عن ايه؟ في شيب. انتيريور لين بوستيريور لين وجينيو وايه؟ بص بقى بصوا ادي الانتيريور لين وادي الجينيو اهو وادي البوستيرو الليمب اهو. يبقى الانتيريور كبسول عباره عن ايه بقى قبل ما نيجي ناخده؟ انتيريور ليمب. لا يا واد في شيب. عباره عن ايه؟ في شيب. عباره عن هذا اسلام وسام عباره عن ايه؟ في شيء في شيء انتيرو لين اللي هو ده اهو وبستيرو لين وعباره عن ايه؟ بستيرو لين اللي هو ده اهو واللي في النص اسمها ايه؟ جينيو. اسمها ايه؟ جينيو. اسمها ايه؟ جينيو. ودي اسمها انتيرو ايه؟ لين. ودي اسمها ايه؟ بستيرو لين. اسمعني بقى عشان ما اقولهاش تاني. الانتيريور ركزوا عشان هتاخدوا دلوقتي. الانتيريور تو ثيردز انتيريور تو ثيردز اوف ذا بوستيريور لم
اوف ذا انترنال كبسول. اجيب انتير تو سيل. طب بالعربي الكلتين اللي قدام فتوع البوستير والليب اوف ذا انترنال كبسول، يعني عايزك تشاور على الحته ده هنا من اول هنا لغايه هنا، مش ده انتيريور بس؟ ردوا ردوا عليا. طيب البوستيرو الليمب اهو، يبقى الحته اللي فوق دي ايه؟ انتير. طب الحته اللي ورا؟ قسمت بقى البوستيرو الليمب ده الى ثلاث اتلات، ادي تلت وتلت وتلت. التلتين اللي فوق دول اقول عليهم ايه؟ انتيرو توزير اسمه بوستيرو الليمب اوف ذا انتيرنال كبسول. ادينا جيت انتيرو تو سيرتو سيرو الليمبو سانترنال كبسول. كم مرة عشان خاطر هنا دير انتيرو تو سيرتو سيرو الليمبو سانترنال كبسول. هذه الحتة اسمها سنسوري راديشن. اسمها ايه؟ سنسوري راديشن. اسمها ايه؟ سنسوري راديشن. يعني افهمكم بالعربي يعني؟ حد ممكن يجيب لي ورقة؟ ورقة اي ورقه صغيره جدا صغيره كده اي حاجه ورقه. ايوه بص، لو احنا اعتبرنا ان دي البوستيرو ليمب اوف ذا انترنال كبسول اللي هي دي، فاهميني؟ فاهمني ولا لا؟ اه. هتلاقي الفايبر، الفايبر اللي هي ده اهي وده اهي السودا والحمرا، تخرمها كده. تخرم مين؟ الانتير توسير وزوستير وليلو وزيادتنا. الخرم ده اسمه سنسوري راديشن، يعني مكان دخول الفايبر في الانترنال كبسول اسمه سنسوري راديشن. اسمه ايه بقى؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى الحته ده ايه؟ اسمها ايه يا شباب؟ قولوا بقى سنسوري راديشن. اسمها ايه؟ انا سرت ده شكل انت محمد خالص الله تعالى ربنا تعالى. اللي قتل الجنود المصريين اللي كانوا في سينا؟ الله على ملوك سينا اكيد زي بيت المقدس اكيد الاخوان يا دكتور ولا خير اجناد الارض هم اللي قتلوا نفسها يا دكتور. انا منزل لك صوره امبارح يا دكتور وانت عامل كده يا دكتور. دكتور شفت الصوره اللي نزلت؟ بص شراد بيصور ازاي؟ والله انت صار على الصوره امبارح كنت عامل كده على الفيس محطوط على الفيس امبارح؟ انا منزلها امبارح، انا منزلها امبارح والله والله ما انا حفظتها السنه اللي فاتت. انت اللي كنت عاملها؟ واحد في سنه ثانيه، واحد في سنه ثانيه، واحد امير الصنطه. بص بقى عايز تفصله بس انا ادتنا ريشه. لو انا ابني اسمه عمر، هو اسمه عمر، هو اسمه عمر، وانا اسمي ناجح، وعايزين نسميه ايه؟ عمر ناجح. عمر ناجح زي ما بقول حنين، حنين برضه اخت عمر، التسجيلات القديمه حتى فيها حنين. خلاص دلوقتي بقى نسميه ايه؟ عمر. يعني لما يبقى واحد اسمه عمر وابوه اسمه ناجح نقول عليه ايه؟ عمر ناجح. من عايز نسميه سبحان الله. طب بصوا بقى التراكت ده هي اللي هي السوداء، خلي بالك بدأ في السباينال كورد، فاهمين ولا لا؟ يبقى الواد اسمه ايه؟ عمر. وابوه منتهي فين؟ في الصلص. يبقى اسمه ايه؟ ناجح. يبقى سميه ايه؟ عمر ناجح. طب اذا كان في تراك بادئه من السباينال كورد ومنتهيه في الصلص، بادئه في السباينال كورد ومنتهيه اسميها ايه؟ اسميها ايه بقى؟ سباينو سلامك. اسمها ايه بقى؟ سباينو سلامك. اسمها ايه؟ سباينو سلامك تراك. اسمها ايه؟ سباينو سلامك تراك. فاهمين المثال ده؟ طب صلوا على النبي. يعني السودة دي اسميها ايه؟ شوف انا ما بردش ازاي؟ السودة اللي اولها انا اهو ومنتهي انا اهو اسمها ايه؟ سباينو سلامك تراك. طب الحمرة دي اسميها ايه؟ سباينو سيراميك تراك. ردوا سباينو سيراميك تراك. كده حصل كونفيوجن صح ولا لا؟ يعني ايه كونفيوجن؟ خبط يعني. انت وانت سباينو سيراميك تراك
ما اعرفش قصدي سيادتك السودا ولا الحمراء. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. قال لك طب بص بالراحه كده. بص بص السودا. السودا دي اسمها ايه؟ قولوا. اسباينو هتقولوا. سلامي. سلامي هتقولي اه. طب والحمراء دي اسمها ايه؟ قولوا. اسباينو هتقولي اه. سلامي. سلامي. تراك. كيف اميز بينهما؟ اللي ماشيه باللاترال احط قبلها لاترال، واللي ماشيه بالفنترال احط قبلها فنترال. خلصت كده. يبقى السودا احط قبلها ايه؟ قولوا فنترال. سباينو سلامي تراك. طب والحمراء؟ لاترال. سباينو سلامي تراك. اسالك في الامتحان بقى اقول لك ايه؟ اسمعوا. اللاترال سباينو ثلامي اكتراك بتشيل ايه؟ يعني بتحمل ايه؟ قولوا انشر اند سيكشوال ديزاين. السؤال الثاني ادي يا اسهام. الفنترال سباينو ثلامي اكتراك بتشيل ايه؟ روتاتش روت بريشر اتش اند تيبل. سهل اهو. صلوا على النبي. قال لك الاثنين على بعض. خلي بالكوا عايز اقول حاجه بس الاول يعني معلش. هو ايه اللي فوق السباينال كورد؟ بصوا لي كده الرسمه دي. بصوا لي. بصوا لي كويس. قال البنين اهو. ماشي؟ شاطر. مين اللي قال بنين ستيم؟ شاطر. وده السرمس. وده اخر السباينال كورد. اللي هو ده. اما السباينال كورد يخلص. واحنا ماشيين بالتراكت دي مش احنا قلنا ات اسندز ايه؟ ابور. اما تخلص السباينال كورد هتعدي على مين؟ ميد برين بونز من الله قلنا الثلاث كور اللي كنا بنعمل عليها. يبقى اذا التراكت دي السوداء او الحمراء اما تخلص السباينال كورد وتطلع على فوق السباينال كورد اخر اهو اهو اما تطلع لفوق هتمشي في مين وفي مين؟ ميد برين. ميد برين بونز من الله اللي هم اسمهم عليه على بعض. اي حاجه اي حاجه تعدي على البرين ستيم يقال عليها ليمينيسكس. ليمينيسكس ليمينيسكس يعني تراك بتعدي في البرين ستيم. ليمينيسكس اسمها يا شباب؟ الاثنين دول على بعض اسمهم سباينال ليمينيسكس. اسمهم ايه؟ ما المقصود بالكلمة سباينال ليمينيسكس؟ سباينو سلامي تراك. سباينو سلامي تراك. سامع يعني؟ يعني مقصود بيها البنترال سباينو سلامي تراك واللاترال سباينو سلامي تراك. فانا ممكن اشيل الاثنين دول كده اقول ايه؟ سباينو سلامي تراك. صح ولا لا؟ ما خلي بالك عندي خمسه ليمينيسكس على طول الفسيولوجي. خمسه ليمينيسكس في الفسيولوجي. ادي اول اثنين سباينال ليمينيسكس يشمل قولوا الفنترال سباينو سلامي تراك واللاترال سباينو سلامي تراك. يعني ممكن بدل ما اقول فنترال سباينو سلامي واللاترال سباينو سلامي اقول ايه؟ سباينال ليمينيسكس. اسمها ايه؟ هل ساكت كده خدنا الاثنين لسه بدري الا كده خدنا الاثنين كده ساعه ونص لا خدنا بس ساعه وثلث ساعه ونص كنت خلاص ساعه وثلث بس يعني مفيش حاجه ثانيه. بص بقى بص كل شويه كل شويه من شويه كل شويه من شويه كل شويه من شويه كل شويه من شويه كل شويه كنت بقول ايه؟ فيرست اوردر نيورون وسكند اوردر وثيرد اوردر. نقول بقى الحته دي اوردر معناها ايه؟ عمر نو. اوردر معناها ايه؟ نو ترتيب. اوردر يعني معناها ايه؟ ترتيب حيث. اسمعوا لي بقى صلوا على النبي. اما اقول الفيرست اوردر نيورون المقصود بيها النيرون اللي بتبدا من الريسبتور وتنتهي في الايه؟ في الدورسال هورن سيل. خلي بالك
اما اقول الثيرد من غير ما تبص على السبوره يبقى اللي بتبدا من الصرمس وتنتهي فين؟ البرين. اما اقول السكند يبقى اللي بتبدا من السباينال كورد وتنتهي في الصرمس. بمعنى اخر ان ديت الاولى يليها الثانيه يليها الثالثه يليها يعني مرتبه يعني ما ينفعش مش ينفع يا شرقوه مش ينفع ان اجيب الثالثه مكان الاولى ولا اجيب الاولى مكان الثانيه لازم يكونوا بهذا الاوردر يعني بهذا الترتيب مش الامر يبقى عشان كده اقول ايه فيرست اوردر نيرون النيرون الاولى المرتبه مرتبه يعني تبدا منين من الريسبتور النيرون الثانيه المرتبه يعني تبدا منين الاصول اوردر سيل النيرون الثالثه المرتبه هذه معنى كلمه اوردر يبقى دي اسمها ايه بقى على بعضها فيرست اوردر نيرون طب من اول هنا لغايه هناك سكند اوردر نيرون طب من هنا لهناك ثيرد اوردر نيرون خلاصه القول ان اي باصوي بيتكون من ثلاثه اوردر نيرونز ثلاثه اوردر ايه نيرونز افهمين نيجي بقى للشوية اللي ورا صحصحوا معايا يا سنة والنبي الشوية اللي ورا لا اله الا الله محمد رسول الله الشوية اللي ورا اللي هم البوستيريور اللي هم الناس طيب هم الناس طيب تاتش طيب وفايل بريشر فاين تاتش قولوا واحد فاين تاتش اللي عم مش عارف نعمل فاين تاتش فاين بريشر اثنين فاين بريشر فاين بريشر بروبيوسيف ثلاثة فاين بريشر ثلاثة فاين بريشر سينس اسمها ايه؟ أربعة بروبيوسيبتر سنسيشن أربعة بروبيوسيبتر سنسيشن سيبتب سنسيشن سنسيشن أند تو ليتل إكستريم صام صام كروت صام كروت تاتش بريشر كروت تاتش بريشر قولوا ما يتكلمش تاني صام كروت تاتش وصام كروت بصوا بقى صام على النت زيها زي اي مصبين تتكون من سرين سرين اوردر نيورون الفيرست اوردر نيورون يبدا من ويمشي فيه تخيل ويمشي فيه بالافرنت البريفرال برانش وعلى مين وعلى مين دكتور روجر ويدخل كمل الجمله مش انتر ذا سباينال كورد فاير وهنا وقفه ولا شاطر في اللغه العربيه ولا اسم المره يعني اسمك يعني انا مش عارف اسم المره واسم الهيئه عامل ايه يعني ايه الفرق بين وقفه ووقفه يا ولاد انت متابع اسم المره طيب خلي بالك خلي بالك بصولي كده كما القاعده ان اي عصب سنترال برانش لازم يدخل السباينال كورد فيا حاضر اهو على البوستيريور بور سيل اهو ماشي ولكن للاسف اول ما يدخل يطلع تاني عامل زي البتاع بتاع الجزاره دي اللي بيحطوا فيها اللحم اسمها ايه اللي عندك خطاط اسمه ايه لا بس اسمه ايه اللي بيحطوا فيه اللحم ده اسمه ايه اللي بيعلقوا
شنكل يا دكتور. المهم ده يعني ايه اسم ده؟ اسمه ايه ولا المهم عارفين الهوك الخطه؟ ايوه. بص بقى، اول ما يدخل السباينال كور ينقسم الى تو برانش. ينقسم الى ايه؟ تو برانش. بصوا بقى، واحد يبقى كده اهو، واحد يبقى كده اناتوميكالي معايا، يبقى اللي الناحيه دي اسمه ايه؟ لا لاترال. اسمه لاترال برانش. طب وكده يبقى اسمه ايه؟ ميديال برانش. يبقى السوانتون ده اسمه ايه؟ لا. طب وده اسمه ايه؟ حلو الكلام؟ خلي بالك انا كده، انا كده رسمه بره بس عشان اوريك. هو هيدخل سباينال كورد لان؟ فاهمني بقى؟ وبعدين اول ما يدخل سباينال كورد ات ديفايد انتو تو، كملوا تو تو، فاهمين تو تو دي؟ تو تو branches into two branches. واحد واحد اللاترال سيبك منه خلاص، يبقى لي مين؟ ميديال. بص بقى الميديال دول ايه؟ جاست انتر. جاست ايه؟ ات اسيندز ابوردز اجين. Just enter. It ascends upwards. Again. Just enter. Ascends upwards. مين اللي just enter؟ The medial branch. Just enter اللي هو الميديال ايه؟ branch. It ascends upwards يعني هيعمل ازاي؟ بص هيعمل كده. يعني يعمل زي الخطاب. كأني جايب إبرة. ها ابره الخيط ويا دوب من حرف الورقه كده وجت طلع تاني، فاهميني؟ يبقى جاست انتر ها ات اسيندز ابوردز ان ذا سيم سايد. ان ذا سيم ايه؟ ردوا. اما يطلع في السيم سايد يا ولد خلي بالك هيلاقي ايه فوق السبينال كور؟ السيم اللي هو ده اهو، ادي الميد برين اهو مش زعبي، وادي البونز مش عايزها، وادي المضله ايه اوبلونجات اهي. يبقى انا راسم مين كده؟ بس طبعا اللي فوق فوق معايا برضو، بس انا اهم حاجه عندي مين؟ بصوا لي بقى، وصاحبنا ده يتنوا ماشي يتنوا ايه؟ ماشي يتنوا ايه؟ ماشي. ها يتنوا ايه؟ ماشي. ما ترد يا ولد. ماشي. يتنوا ايه؟ ماشي. لما راح على فين؟ على المضله اوبلونجاتا. راح على مين؟ هيجي عامل فيها ريلي. هيعمل فيها ايه؟ ريلي. يعني ايه بقى ريلي؟ في اليوكليوس اسمها ايه؟ اسمها جراسيل اند كونييت تراك. اسمها ايه يا شباب؟ جراسيل اند كونييت تراك. سوري، جراسيل اند كونييت نيوكليوس. جراسيل اند كونييت نيوكليوس، نيوكليوس ما اسمهاش تراك. يبقى دي اسمها يا شباب؟ جراسيل. اسمها ايه؟ جراسيل اند قولوا كونييت نيوكليوس. يا شباب جراسيل اند كونييت نيوكليوس. اسمعني، من اول الريسبتور يا محمود افندم بالبريفرال برانش بتاعها بالدورسال رود جانجلي بالسنترال برانش، انا بشرح اهو، which divided into two branches. لاترال وميديال. سيبك من مين؟ اهم حاجه عندي مين؟ ميديال. ايه الجراسيل وايه الكونييت؟
قال لك انا عندي في البودي حاجه اسمها ثوراسيك ريجون، صح ولا لا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 ثوراسيك رقم 6 رقم 6 من الثوراسيك. البودي از ديفايدد انتو ابر هاف اوف ذا بودي اند لوور هاف اوف ذا بودي. عند ليفل كام؟ 6 ثوراسيك. مسألة في الامتحان محدش بيعرفها عشان مش موجودة. تقول ايه؟ بقول عند اد ذا ليفل اوف 6 ثوراسيك ريجون ذا بودي از ديفايدد انتو تو باكس ابر هاف اوف ذا بودي اند لوور هاف اوف ذا بودي. اسمعوني بقى، لو الريسبتور دي جايه من اللور هاف اوف ذا بودي تعمل ريلي في الجراسيل. لو الريسبتور دي جايه من الابر هاف اوف ذا بودي تعمل ريلي في الكونييت. بمعنى اخر الجراسيل بتجيب من الجزمه. الجراسيل بتجيب من الجزمه. الجراسيل بتجيب من الجزمه يعني اللور هاف اوف ذا بودي ويمد جوه ميديال بالنسبه للكونييت. اهو ادي الكونييت وادي الجراسيل. مين اللي جوه؟ الجراسيل. يبقى الجراسيل اهي والكونييت اهي. مين اللي ميديال ومين اللي لاترال؟ اللاترال. مين اللي ميديال؟ الجراسيل. يعني يمد جوه. يبقى الجراسيل بتجيب منين؟ بتجيب من الجزمه ويمد جوه. من الجزمه يعني ايش؟ يعني اللور هاف اوف ذا بودي. جزمه يعني جي يعني جراوند يعني الارض يعني الجزمه يعني تجيب من اللور هاف اوف ذا بودي. انما الكونييت بتشيل الاحساس منين؟ من الابر هاف اوف ذا بودي. كونييت يعني كيفلس. كيفلس يعني مخ. كيفلس يعني مخ يعني من الابر هاف اوف ذا بودي. يبقى الجراسيل يا جماعه عليها كم ميزه؟ ها؟ جزمه يعني لور هاف، جوه يعني ميديا. يبقى الجراسيل بتجيب من الجزمه ويمد جوه. اجينا جيب بتجيب من الجزمه ويمد جوه. جزمه يعني ايه؟ لور هاف اوف ذا بودي. طيب يمد جوه يعني ايه؟ ميديال. هسألك السؤال الشهير، ايه الحد الفاصل بين اللور والابر؟ ثوراسيك ريجون. ثوراسيك ايه؟ ريجون. ماشي يا شباب، بصوا بقى، من اول الريسبتور لغايه النيوكليوس دي كلها اسمها ايه؟ شاطرين كده. الفيرست اوردر نيورون محدش يقول ان انا عملت في ديت ريلي، ما عملتش فيها ريلي في البوستيرور هورن ايه؟ سيل. يبقى هي على بعضها العصب اهو ما اتكسرش، ما حصلش فيه ريلي. يبقى هو كله على بعضه من اول هنا لغايه هنا اسمه ايه؟ فيرست اوردر نيورون. اسمه ايه؟ فيرست اوردر نيورون، او يسمى جراسيل اند كونييت تراكتس. يا اما تقول عليه فيرست اوردر نيورون، يا اما تقول عليه جراسيل اند كونييت تراكتس. يبقى الجراسيل والكونييت تراكت بتعمل ريلي في الجراسيل والكونييت نيوكليس. اه مش دي الجراسيل والكونييت تراكت بتعمل ريلي في ايه؟ في الجراسيل والكونييت نيوكليس. وهذا هو الفيرست ايه؟ اوردر نيورون. زهقتوا مني؟ كده عندنا نص ساعة. زهقتوا مني؟ فاضل نص ساعة. ولا لسه شوية؟ طيب خلي بالكوا بقى. السكند اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون يبدأ منين؟ لا من حيث انتهى الفيرست اوردر نيورون. ما انا عشان ما تنساش بس. يعني الكواعد اللي تثبت. يبدأ من الأولاني انتهى فين؟ في الجراسيل اند كونييت نيوكليس اللي موجوده فين؟ بصوا بقى، يبقى السكند اوردر نيورون اهي بدات منين؟ ادي الميد لاين، مش ده الميد لاين؟ ادي السكند اوردر نيورون اهي. خلي بالكوا بقى، دي اللي يغلط ويقول لي عدت ان فرونت اوف ذا سنترال كانال،
اجزاء وقلم انزلهم الشباك. ما هو مفيش يا جماعه هنا سنتر الكلام. السنتر الكلام بس موجوده في الاسباينال فلور. فاهمين ولا لا؟ يبقى محدش بقى ايه؟ ينسى في دماغه ان ده يعدي ان فرونت اوف ذا سنتر الكلام. لا هيعمل كروس انتو اورو انتو ذا اوبوزيت سايد من غير باس تو ان فرونت اوف ذا سنتر الكلام. مفيش. وبعد كده يروح على فين؟ يروح على فين؟ لا انا ما بتردش عليا. يروح على فين؟ يروح على فين؟ اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هتقول صح؟ فينترال بوستر ولاترال نيوكليوس. وبعدين نيجي للثيرد اوردر ايه؟ نيورو يا ابني من حيث الكاسك يا ابني خدتها فين؟ فين فين؟ هنعدي على مين؟ نفس الكلام ها؟ نفس الكلام نفس الكلام انتيرو تو سيرد اوردر على هنا عادي خالص زيه زي اخواته اهو. بص بقى بشطر 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 الحته دي اسمين دول على بعض اسمهم ايه؟ سبايدر 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 اسمها ايه؟ يبقى لغايه دلوقتي عندي كام لمنسكس؟ ها؟ سباينال لمنسكس و ميديال لمنسكس. يبقى ده اسمها ايه؟ ميديال اورو ميديال لمنسكس. اسمها ايه؟ ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها سباينال لمنسكس. يبقى لغايه دلوقتي عندي كام لمنسكاي؟ اثنين. سباينال لمنسكس اللي تشمل الفنترال واللاترال سباين وسلام التراك، والميديا لمنسكس اللي تشمل الباسواي بتاع الجراثيم اند جونييت تراك. صح ولا لا؟ خلاص هخلص دول مش هقول حاجه ثانيه مش هقول خلاص مش هبدا بالشطر الثاني. انا لسه فاضل نص ساعه. بص لسه ما خلصتش. زمان السنة اللي فاتت في آخر النيرف كده كنا واخدين حاجة اسمها هسيبكم الآخر تصور وبعدين الراجل ما بيصور فيديو ماشي يعني الآخر بيت السنة اللي فاتت اسمها تايبز اوف نيرف فايبر. ايه؟ ايه وبي وسي؟ تايبز اوف نيرف فايبر. ايه بي وسي؟ تايبز اوف نيرف فايبر. ايه دي وسيا صلى على النبي يا شباب يا صبيان صحصحوا معايا شويه. تايبس اوف نيرف فايبرز اسمها ايه؟ تايبس اوف نيرف فايبرز. كانوا كام نوع؟ ثلاثة. ايه دي وسيا؟ ايه؟ وبي وسيا. وبي وسيا. وحيث الايه؟ سب ديفايزد يعني ايه؟ سب ديفايزد. عرفت اشرح لك فيها نص ساعة دي. سب ديفايزد. سب سب يعني وعاء تقسيموها. سب يعني وعاء تقسيموها. يبقى سب ديفايزد يعني وعاء ايه؟ يبقى النيرف فايبرز تقسم الى ايه ودي وسي. اه يا ولاد ولا ايه؟ طبعا ده سنه اولى بس بعيد اهو. والايه كانت اسمها ايه بقى؟ سب. عايزكم تقولوا الفاظ حلوه يعني كلام ايه تحس كده ان الراجل ده عبقري. فاهمين ولا لا؟ كلام هايف اهو. سب ديفايدد انتو الفا بيتا جاما دلتا. الفا بيتا جاما دلتا. معايا؟ الرسمه دي تساوي 10 مليون جنيه. يعني اللي يذاكرها كويس والله العظيم انا انصحكم يعني اللي يذاكرها كويس هيبقى الجزء السنس بكل سهل ان شاء الله. انا بشرحتها في ساعه لوحدها اهو.
قصدي في محاضرة لوحدها. أي أفرن تنير في اللاترال أو الأنتيريور في اللاترال أو الأنتيريور لاترال أو الأنتيريور هيبقى من نوع إيه؟ إيه؟ دلتا أور سي. طبعا مش فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ ما أنا عارف. عايز أقول إن نوع الفيرست أوردر نيرون اللي هو الأفرنت نيرون في حالة اللاترال أو في حالة الأنتيريور يا إما إيه دلتا يا إما سي بس. يعني تفكيرك ما يطلعش من الإيه دلتا أو سي بس. فاهمين ولا لأ؟ أما الأفرنت نيرف بتاع البوستيريور هو بس إيه بيتا. ايه بيتا بس يعني محدش يقول لي اما اقول له يعني الفاين تاتش يا ابني الفيرست اوردر نيرون نوعه ايه بيتا. طبعا مش هسالك بقول لك يعني الاربعه هسال طالب تاني يخش لي اقول له الفايبريشن سينس يا ابني الافرنت نيرف نوعه ايه يقول لي ايه بيتا. واحد تالت اقول له البروبيوسيبشن نوعه ايه يقول لي يعني اي حاجه بوستيرور هيبقى الافرنت نيرف بتاعهم ايه بيتا. اما اللاترال او الانتيريور هيبقى الافرنت بتاعهم يا اما ايه دلتا او سي على حسب السرعه. لازم يعني تجيب لنا الخزوف في الاخر كده يعني ايه على حسب السرعه. صلوا على النبي. هتصلي يا عم انت صلي يا بنت توريه. بص زمان في سنه اولى كنا لما نيجي نرسم الايه بنعمله كده قطاع عرضي يعني الفايبر كده قطعه كده. طيب البي اصغر ولا اكبر؟ نسيته اصغر شويه. طب السي اصغر خالص. وكما تعلمون ايها الساده ان اللارج فايبر هاز هاير فيلوسيتي كل ما يكبر كل ما السرعه بتاعته تزيد. اشمعنى؟ هطلع جنيه اهو. خلي بالك واحد منوفي هطلع جنيه اهو يعني ممكن قلبي يروح. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان مقاومه. ها؟ والسؤال الثاني قول السؤال الثاني يا دكتور. بقول اما يبقى كبير يبقى سرعته عاليه اما يبقى رفيع يبقى سرعته صغيره. ليه؟ ليه؟ يا دكتور انا ايه؟ صح. قال ايه بقى؟ قال عشان يبقى مايلينيت طالما ايه؟ ليه؟ سي البي ماشي. ما هي بقول البي طالما هي كبيره يبقى الاثنين دول فوق مايل تشيز. على فكره ما هي دي مايل تشيز الاثنين فوق مايل تشيز يبقى السرعه بتاعتهم اعلى من السي. طب ماشي برضه ايه الايه البي اقل من الدايمتر السي اصغر. بقول ليه لما تبقى لارج يبقى هاي فيلوسيتي عشان اللارج فيها مايل تشيز انما الصغيره اللي هي السي ما فيهاش مايلين شيز. السنه اللي فاتت حاضر السنه اللي فاتت خدنا المايلينيتد نيرف امبلس كانت الامبلس بتمشي من النود تو نود جامبنج فاكرينها؟ انما الثانيه كانت بتمشي كده اهي اللي هي الان مايلينيت بتمشي كده يبقى بطيئه عشان كده كنا بنسميه سلطاتوري كوندكشن او جامبنج كوندكشن. فاهمين ولا لا؟ ايه ودي مايلين دي بقى ايه اسرع من دي هما دي مايلين دي ودي يعني ليه الايه اسرع من البي عشان اللارج دايمتر ايش يعني يعني ايه جمع
دي لا لا دي ما لهاش علاقه بالسلمين ما يلف صلاح. انت دلوقتي هنقارن ما بين اللارج دايمتر والسمول لارج دايمتر والسمول دايمتر عشان هتيجي في الاول اللارج دايمتر اسرع السمول دايمتر ابطأ ليه؟ عشان دول فول مايليتشز. انت بقى بتقارن بقى ازاي؟ اتنين مايليتي ليه اللي فوق اسرع؟ عشان دي عشان دي اكبر في الدايمتر. انا قلت السؤال ليه في اللارج بيبقى فيها اسرع؟ عشان المايليتشز. ما قارنتش ما بين الاي والبي، انا ما بقارن ما بين الاي والبي مع بعض والسي. الاي والبي مع بعض والسي. احنا بنلف حلقه مفرعه. تمام؟ يعني انا قارنت ما بين الاي والبي والسي. انت بقى بتقارن ما بين الاي والبي حيث ان الاثنين مايلينيت. اشمعنى الاي اسرع من البي؟ علشان هي لارج دايمتر. عشان طب بس خلاص يا ناس مش هقول حاجه جديده. ماشي مش هقول حاجه جديده. سؤال بقى سؤال. سؤال. يا جماعه يا صلوا عليه بس. يعني دي محاضره هايفه المفروض كنت قلتها في ساعه وشرحت شابتر الثاني. بس انا قلت يلا مش مشكله. خلاص؟ عايز اقول ان الفيرست اوردر نيورون في حاله الجراثيم والكونييت بيبقى من نوع اي بيتا. في حالة الاي في حالة اللاترال والفنترال بيبقى ايه دي انت او سي على حسب السرعة. يعني لو حاجة سريعة تبقى ايه دلتا، لو حاجة بطيئة تبقى سي. يعني مثلا مثال كده، مثال على الماشي. انا عندي البين ده هون وعين لسه ما خدناهوش. يعني حاجة اسمها فاست بين وسلو بين. فاست بين وسلو بين، يبقى الفاست يتشال بمين؟ طب والسلو؟ فهمتوني بقى كده؟ طب هنيجي لفوطه بالتفصيل. ده هتكلم على ايه؟ مش هتكلم، هقول اسماء بس، معلش خمس دقايق. ده سكت. هو ما مسكش الا بساعة. لازم تليفون الاول. 3:06 3:06 دقايق. 3:10 بالظبط حضرتك، ماشي؟ خلاص ما تزعليش بقى ولا هتمشي؟ 4 دقايق. 3 دقايق. بص ده اسمه تاتش. وراح فين التاتش؟ بسرعه تحت قوي. ده اسمه ايه؟ تاتش. اسمه كرود تاتش. اسمه كرود ايه؟ تاتش. انا قلت لكم اما اقول لكم اي ريسبتور اسمها ايه تخبط لي كلمه كده، كان اسمها ايه؟ الشرايين. ايه هي الريسبتور بتاع التاتش؟ الشرايين. بتاع البريشر. مش عارف ايه اي حاجه تخبط ايه. بس في حاجات بقى سبيسيفيك بقى مش فرين البند. يعني مثلا الكرود تاتش الريسبتور بتاعتها العاديه اسمها ايه؟ فرين البند. كرود يعني يخرط في شعر. كرود يعني ايه؟ يخرط في شعر. يبقى الريسبتور بتاعتها اسمها هير اند اورجن. مش لما الواحد يخرط في شعره اهو بيجيب جدر الشعريه وهو كده مش كده؟ يبقى اسمها ايه؟ هير اند اورجن. اسمها ايه بقى؟ هير اند اورجن. يبقى الريسبتور بتاع التاتش اسمها ايه؟ فري نيرف اندنج. الاول اسمها ايه؟ فري نيرف اندنج او هير ان. هتقول يا ابني ان اورجن. حلو كده؟ امال الفاين تاتش الريسبتور بتاعتها ايه؟ حاجه اسمها مسمع وحاجه اسمها ميركنز. حاجه اسمها مسمار وحاجه اسمها ميركنز. يبقى الفاين تاتش اسمها ايه؟ ها؟ مسمار اند ما تقولوا معايا اند ميركنز. يلا عشان الثلاث دقايق خلصوا. مسمار اند ايه؟ اند البريشر بقى بي 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 يبقى البريشر ايه؟ باسيل. يبقى البريشر ايه؟ باسيل. حلو الكلام؟ طيب نيرف اندنج نيرف اندنج. البين البين ها الريسبتور اللي اسمها ايه؟ ها الريسبتور بتاع البين نو سي سيكتور او لا انت قلت نوكشوس. نو سي سيكتور اسمها نو سي سيكتور. ما معنى نو سي سيكتور؟
يعني يحصل لها استيموليشن باي نوع من الفورم اوف انرجي لان هي تكون بوتنت انف تو انديوس تيشو دام. يعني او ايوه سبيشالايز اللي عم ما بتفهمنيش بسرعه سبيشالايز فرين نيرف. بس في حالة البين خلاص يا دكتور اخر كلمة اهو في حالة البين وبس في حالة البين وفقط هنضيف كلمة بعد سبيشالايز نيرف. في حالة البين وفقط في حالة البين بس هقول ان الريسبتور اسمها ايه؟ سبيشالايز نيكد فري نيرفن. نيكد يعني عريان. نيكد يعني عريان مش متغطي. اقول لكم ازاي؟ لو واحد صباعه متعور ما يستحملش اي حد يلمسه. طب لو حطيت عليه طبقه الالم يخف. انما علشان تخلي الالم زياده شيل الطبقه دي. يبقى العصب علشان يوجع قوي لازم يكون عريان. يعني ما عليهوش مايلين شيز. ما عليهوش ايه؟ مايلين شيز. فبقول عليها بقى سبيشالايز نيك فري نيرفن. اسمها ايه؟ سبيشالايز نيك فري نيرفن. المعاد ده اتفضل انت بقى. المعاد ده اذا اتصل حد يعرف المعاد. ماشي؟ عادي اه. محدش يتحرك من مكانه. ولد الشاي.